have played 98 hours. What? أنا لعبت كابتن سوباسا من أول ما نزلت لهلأ 98 ساعة. Damn. يخرب بيتها تجاوزت فاينل فانتسي. Oh my god. هي حلوة بالرغم لأنها بتعاني من بعض الأشياء، بس اللعبة جميلة جدا صراحة. Okay. Hey geeks. Welcome back to more Captain Tsubasa Majid Rise of a New Champions. معكم حيسود سولم جيكس. وأخيرا وصل باتش 1.07، وأخيرا وصل التحديث اللي كان عبارة عن 16 ميجا. 16 ميجا صغير كتير، بس صلح أشياء كتير. المفروض بدي أعطيكم مقدمة عن هذا الأبديت عشان تعرف شو صار باللعبة. بس قبل هالمقدمة بصراحة Oh my god يا رب ما أنفعل، لأنه damn فكرة شكله راح أنفعل، بس لا جيكس القناة وصلت لثلاثين ألف مشترك. والله أنا لو أول ما فتحت القناة حدا قال لي حسان أنت متخيل أنه قناتك ممكن توصل لثلاثين ألف مشترك، راح أقول له لا عايزة لا لأنه لسبب بسيط جدا، أنا إنسان كتير واقعي وعارف أنه الأشياء الترند أو الفايعة اللي في الوطن العربي للأسف مش من الشغلات اللي أنا بحبها. يعني برغم أني جربتها على فكرة، جربت الأشياء الترند بس ما حسيتها، ما عجبتني. عادي، ما هي الشغلة نسبة أو نسبة وتناسب، الدنيا أزواق. أنا ما عجبتني ففضلت أعمل شغلات أنا بحبها وبس. Oh my god geeks القناة صارت عبارة عن جد عن عائلة كبيرة، والإشي حابب أقول من الآخر أهلا وسهلا. صوتي صار يرج لأنه أنا انفعلت. أهلا وسهلا فيكم جميعا يا عائلتي يا أصحابي يا إخوتي بهالقناة المتواضعة. أنا لساني صديق القناة الرهيب الأخ علي المرجاني، واضح إنه قديش بحب هالقناة. دام مش عارف أحكي. بالرغم أن لساني بسبع شبرات زي ما بنحكي هون بفلسطين، اللي بكون لسانه طويل وبيحكي كتير بقول عنه لسانه بسبع شبرات، وأنا لساني بسبع شبرات وحاليا صار لساني ربع شبرة، مش عارف أحكي. حبيبنا وأخونا علي مرجاني جاب يعني هيك مدح قناتي بفيديو من فيديوهاته، وطبعا لهذا السبب برضه رجع سلط الضوء مرة تانية علي وعلى القناة، فبرضه هذا كان سبب كتير كبير لهالازدياد الملحوظ في عدد الأصحاب والإخوة اللي اشتركوا بالقناة. فعلي أو ماي جود مان شو بتعمل فيه يا زلمة. يا أحكي لكم شغلة، أنا بعرف إنها قناتي مقارنة بقنوات تانية تعتبر صغيرة من ناحية العدد، بس للأمانة وبكل صراحة وربي يشهد على كلامي إنه أنا Oh my God رجعت انفعلت وصوتي صار يرج. إنه أنا بحس حالي من أكتر الناس المحظوظين على في هالدنيا هاي، لأنه عن طريق هالقناة تعرفت على ناس رائعة زي علي. يعني فأنا بهاللحظة عن جد حابب أشكر Oh my god فأنا عن جد بهاي اللحظة حابب أشكر Oh my god اوكي
بدي أشكر كل واحد عم بدعم هالقناة، سواء عم بدعم القناة معنويا، ماديا، حبيا، بأي طريقة. يعني وصلتني المشاعر. أنا يمكن عشان هيك منفعل زيادة شوي، واصل المشاعر صدقا. خلاص أوكي، فشكرا كتير و let's go man. وأخيرا وصل التحديث تبع كابتن ماجد. حابب أعطيكم مقدمة عن هذا التحديث، فبدي أشوف هون الباتش بالضبط شو كاتب عشان ما بدي أنسى إشي. مبدئيا الشغلات اللي عملها هذا التحديث إنه الرسومات اللي هذا، ما أنا ما واجهت هذه المشكلة، بس الرسومات كنه أو المقاطع المشاهد السينمائية كنه بتصير سرعتها دبل، بتصير سريعة كتير. هاي أنا ما واجهتها، بس إنه هذه المشكلة حلوها. مشكلة الإطارات FPS لو هذه أنا واجهتها، بقول لك حلوها، إنها فجأة بتنخفض FPS تبعت اللعبة اللي هي عدد الإطارات في الثانية، تنخفض فجأة، فهذه بقول لك حلوها. صعوبة الماتش ضد أوتومو وكنو هناوة قللوها في القصة عشان تسهل عملية الاستمرار في القصة. أنا واجهتها مع أوتومو، بس من أول مباراة فزت عليهم بركلات جزاء، وكانت صدمة، كانت صدمة لما فزت عليهم، لأنه للأمانة فكرت حالي خسرت. بس المباراة ضدهم كانت عن جد صعبة، بس مش عارف، بس أنا حسيتها مش لدرجة إنهم ينزلوا أبديت يسهلوها، بس كانها مشكلة واجهت كتير من اللاعبين، بس هم حلوها. وفي كمان ضافوا خانة الأخبار News Section، هاي شغلة ممتازة جدا على فكرة. في القائمة الرئيسية في أعلى الشاشة رح يكون موجود عندنا خانة الأخبار، تعطينا معلومات بخصوص إذا في أعمال صيانة، في تحديات جديدة، يعني أي شيء جديد بيتعلق في اللعبة رح نقدر نوصل له بسهولة من خلال News Section. سكشن ده انجليزي ده يا مرسي، والتفريق مان اوكي. وضافوا كمان السي سي شوب، متجر جديد اسمه سي سي، اختصار لكابتن كوينز، كيف متجر بي بي الموجود اوريدي في اللعبة. حاليا في متجر جديد، خلينا نقول بأدوات ومنتجات جديدة، اسمه سي سي شوب او كابتن كوينز شوب، وبرضه رح يعطونا لوجن بونس، يعني كل يوم منفوت فيه على اللعبة رح يعطونا عملة لهذا المتجر سي سي كابتن كوينز. أول ما تفوت أعتقد رح يعطوك 200 عملة، وكل يوم بتصير تاخد عدد معين. المهم أنا فتت على هذا المتجر، في أشياء زيادة وفي شغلات بتخص الأونلاين، هلأ منشوف بس ندخل على اللعبة. وبرضه ضافوا تحديات أونلاين، تحديات يومية وتحديات أسبوعية، وحسب ما موجود في الصورة تحت هون إنه إتمامنا لهذه التحديات راح تفتح لنا جوائز، إشي كوينز، إكسسوارات للاعبين، يعني عارفين هاي القصص، إنه بس نعمل هالتحديات منفوز بهدول المكافآت الريوردز. تعرفوا أهم إشي شو صار؟ إنه الأونلاين اشتغل. أوكي أنا لعبت مباراة واحدة وخسرت فيها لأنه اللاج كان مش طبيعي، بس المهم انه اشتغل. ماي جاد. فانا حاليا رح ارجع العب كمان مباراه او تنتين اونلاين على حسب الوضع معكم، واشوف شو رح يصير معي. يا ليتس جو مان. هي بونس، هي لوجن بونس، صارت مره 24 ساعه من وقت ما اخذت اول 200 كوين. تمام اوكي ممتاز جيكس. أنا مبارح لما نزلت التحديث أخذت 200 كوين للمتجر الجديد، وهي اليوم بدنا نأخذ كمان 50. Thank you عملات الكابتن. بس افصلوا، تم الحصول على عملات، افصلوا الألف المقصورة عن العين ملزقينهم في بعض. وصف العنصر يمكن شراء قطعة مخصصة وعناصر تدريب. ممتاز. وهي كمان مكافأة تسجيل دخول. هذه ايش؟ شو بي؟ وصف العنصر. 100 نقطة بوينت، هذا للمتجر الأساسي البي بي.
هاي يمكن شراء قطع مخصصة للفرق وحزم بطاقات. هذا المتجر الأساسي أخذنا كمان 100 نقطة. Damn. يلا ممتاز، ما توقعت والله نشوف هذه القصص مع بعض. وهي الأخبار فوق إذا شايفينها، لما تكبس على مثلث على البلاي ستيشن أو واي على الإكس بوكس، هيو في آخر الأخبار وتاريخ الخبر. هذا إشي كتير ممتاز عشان الواحد يتبع أول بأول شو بيصير في اللعبة. يعني بنصحكم تشوفوا هذا القسم قبل ما تبلشوا. وبالنسبة للمتجر الجديد، هيو هذا المتجر الأساسي وهذا المتجر الجديد اللي فيه حاليا تقريبا بيشبه المتجر الأساسي، بس اللهم العملة اللي بتشتري فيها غير، وفي لاحظت أشياء زيادة هلا فرجيكم إياها. أوكي إحنا شفنا تصفيفات الشعر، النظارات، البوات، البلايز، كل هالقصص، بس هون هاي جديدة. عناصر المنافسة عبر الإنترنت، حاليا في منتجين تعزيز مقياس المستوى. هلا زي ما بتعرفوا اللي بيلعب أونلاين في معيار للمستوى بيزيد ليفل يعني، فكأنه هذا بيحفز، هذا المنتج بيحفز هذا الشيء لثلاث مباريات. وهذا الشيء كمان نقاط اللعب المكتسبة برضو، هذا الشيء بخص الأونلاين. شوفوا أنا حاليا مش كتير بعرف بالضبط شو المقصود. هلأ مقياس المستوى هذا بعرفه، اللي كأنه من خلاله بوصلك للدوريات اللي لقدام، برونزي فضي ذهبي. هلأ نقاط اللعب المكتسبة هاي ما بعرف شو هي، اللي بيعرف يكتب لي بالتعليقات تحت لأنه بيرفعها. هلا هي شو بتعمل لحد الآن أنا ما عرفت. أوكي جيكس، خلينا نفوت لنا على مباراة نشوف شو ممكن نعمل. أو ماي فريكن حمص. أي أوكي، هو إز إت إسايانكار 47. أوه 4 خسارات. أوكي بس مستوى 13، شكله لاعب كتير. ما دخلني، أنا خسارتي كانت ظلم. كنا مش مكون لاعب في إجمالي التكلفة 1600 على الأد، مش مكون لاعب مخصص، كلهم معروفين. Let's go. بسم الله. أوكي أحلى بانديمون إفريت، كمان إفريت. طبعا اللي حابب يعرف، ايش في اللي حابب يعرف انا من وين استوحيت اسماء اللاعبين المخصصين اللي عندي، في فيديو عملته لماجد. ليت جو. حلوه بخصوص سر الوحي. اي افريت اتس اوكي. ورع هات سنغور، وقت زمان عنك يا سنغور يا سنفور سنغوركو. وك هذا متخلف التفريق مان، فيها لاج. لا والله هالسنغور. هي مولر. ايوه حبيبي امسكها ولا كأنك بتمسك صوص يا بفعوص. كيسوغي كابتن افريت، طبعا الكابتن هو افريت. حلوه. معيش طاقه زياده. اوكي معيش طاقه. دام المكون. حلو بانديمونا، على فكره عرقلتك رهيبه بانديمونا. دام ما فيش طاقة. ايش الحول اللي صار؟ لا بلا هبل. انت فركز قوي معاك. اوه البرتو! البرتو عرقلته فزيعته. ايه اللفة دي يا بيير؟ ايه اللفة دي يخرب عقلك؟ دام مان. وك جيتو، في حدا بيقدر يقاوم جيتو؟ فيش طاقة، ايش قصة الطاقة عندي في اللاعبين؟ ليش ناقصة كتير؟ حاسس انه لازم اعمل او ليفايثن زمان عنها. اوكي بانديمونا كمان مان، هي عندك طاقة اعمل لك شغلة. اوكي ايوه
فيش طاقة أعمل التانية، بس أنا ليش لحالي بلعب؟ إيش هاد؟ إيش في؟ كيف إجوا هدول؟ كنت لحالي في الملعب، كيف إجوا من ورا؟ مش كنت لحالي؟ إيش في بالضبط؟ طول بالك، خلصوا، لا لا ما تخلوش الطابة مع بسام نهائي لأنه ضربة طول والجول. إيش بالنسبة لتسوباسا؟ أيوة حبيبي إيش تسوباسا حل هذا جيتو أندرتو إفريتو أحلى إفريت إخزي إفريت برضو ماتسياما عقلته قوية. ألبرتو واك أنت بتفاجئني، واو مان. يلا يلا سامعين اللاعب الثاني شو بكبس؟ بكبس مش انا هذا اللي بكبس هذاكم حزين. هدول مش كانوا وراي؟ ليش بيصير؟ ليش ايش في؟ امتى اجوا قدامي؟ ما اجوا قدامي، انا مش عارف شو عم بيصير صراحه. معقول فيها لاج؟ بس انا شايف الوضع تمام نوعا ما، احسن بكثير مباراة الاولى الغبية. هذيك مباراة الاولى بشوط الطابة بتقعد سنة. anyway انا ملخبطيني هدول التوأم كمان. افرت فيش طاقة، افرت البرتو البرتو رهيب بس فيش طاقة. ايش بالنسبة بتهلس من هون؟ او ماي جاد عندهم تنافس. ايش بيعمل هذا اللي معي اللي معه الخصم؟ افرد ايه وات دام. لو رجعت شوي لورا كان فلاح. ايش في؟ في اشي غلط. anyway. وين الناس؟ البرتو اعطي له رمو رمو ليتس جو. شيش ما وات ايش؟ اوكي وات ذا هيل. ليتس جو ادينا على فكرة اللي بيلعب غريب. ام سوري بس غريب. طب هما ايش؟ افرت خلص عليه. ام سوري ذيس از نوت نايس. كارلوس اوه خلص على هيوغا البرتو كمان مان ذيس از نوت نايس. البرتو لحاله بركض بالشارع. ايوه افرت افرتتهم تفرفت لفت بيير الزحلقيه. او ماي جاد خلص الشوط الحمص. دام انا مش فاهم. يمكن اونلاين قصته غير عن الكمبيوتر اكيد بس احلى. افريتو اخس يا افريتو. هذه حركة افريت هي نفس حركة كارلوس؟ اوكي هذا بيير عرقلته والفلافل. اوك البرتو بتفاجئني بحلاوتك وجمالك وافريتو. الخصم معاه جين تبع فرنسا هذاك مجنون جين. اوكي بسم الله انا حاولت. احلى افرت. انا افرت لاعبي معاه عرقلة بيير. انا ناسي الحركات اللي معطيها للاعبين على فكرة. نسيت قديش لي اسبوعين مش لاعب. جيتو بيبي كا
هاي بنك الوقت اشتقت لك، وين هالغيبة؟ الأسبوعين مش لاعب ف... الناس ركوا على شيك. أوه والله تسوباسا فلافل. Let's go man. هيا لا 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 ما تخليهوش ما سيدا. على فكرة عندهم من... عندهم منطقة تنافس، احتمال يشغلوها أو يخلوها للحارس على فكرة. طلع أنا وين راح؟ أحلى بانديمونر. Yes do it do it let's do it. منطقة التنافس خلوها للحارس. طب هذا منطق، بس التوأم اللي بضلهم من الطولي هدول مش عارف، مفروض يكونوا قدامي صح؟ حلو فلافة. تاتسيماكن نومان. ياس حبيبي اتس فريكن جيتو، احسن مدافع على الكرة الارضية فظيع. اي لاف هيم. والله يا جين حطت عينه على افرت، خلص على اجريه. اتس تاكاسوغي، هذا توأم جيتو في الدفاع بيبي. على فكرة أنا اللي مسيطر على الطابة بس مش مع يعني بس طاقتي كلها بتروح على القلاد فما بضلش عندي طاقة لأشوت. إيش هذا؟ أوكي رمو إلك هاي رمو ليتس جو رمو ليتس جو. معيش معيش على الفاضي. وين التوأم؟ ليه ما نطوش؟ مش ناقص إيش من الحارس؟ بولي فايثن، it's okay. مرتزو، شمتة. ديمونا، كمان. مين هذا اللي معي هنا كزاتو؟ مين هذا؟ ناسي فريقي وناسي شو عملت في الفريق، أنا خلت حالي. هاي هاي ألبرتو. نورا. خلص او ماي فريك. خلص هيوغا لا. ايوه هيوغا لا، هيوغا ضربته والفلافل. النمر المقنع تبعته هاي مش عارف شو هي. ايش بك بس الخصم؟ حلو. يس. او ماي جاد. واتس جوين اون؟ ضلت بالنص. اوه. ايش او و... ها هدول التوأمين انا حاسس حالي مش طايقهم. كربونكول كربونكول. بس اكتشفت شغله على فكره، حتى لما تشوت شوتات عاديه تسديدات عاديه بتنقص من مقياس الطاقه، بتنقص منيح للحارس. اعتقد انه رح استغل هذا الموضوع. او ماي جاد ايش صار؟ سوري شربي يا عمي. بانديمونا بانديمونا رمي كابتن. زي ما عنده جيتو انا عندي جيتو، ويا ريتهم ايش شو اللعبه اللي صار؟ هي او والله لا 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 كان خلص. وي ار ديد وي ار فريكن ديد وي ار ديد. هي ويت ويت يس اي هاف ات. انا عندي التنافس كبستها كني باخر لحظه. يسعد فلافلك يا مولر. نسيت كانت فاتت جول. ايش في ايش الك في اصوات غريبه في اللعبه، في انفجارات. افرت اركض في الطابة واهرب برا الملعب. بدناش نلعب خلص، هذا الفريق غريب. ولك البرتو فظيع. يا الله هذيك كبستها باخر لحظة كان فاتت جول. ايش اللفة العجيبة هاي؟ او ماي جاد المباراة حتخلص. لا لا بلا كارلوس بلا شكلها حتخلص تعادل. حدا ياخذ الطابة طيب. يس بانديمون تخلص تعادل. اوكي ولا تخلص خساره.
خلصت تعادل، بس فريقه غريب، فريقه غريب، التوأمين بصده بشكل عجيب أو بدافعه يعني. ديام أوكي تعادل أحسن من خسارة. هات نجرب كمان واحدة. طير خضر طير مبرقع، طير خضر طير مبرقع، يا بفوز يا بفقع، بلل يا عيني. مانكويند أوه عنده خسارتين، عندي واحدة وتعادل. أوه أنا وياه قريبين كتير من بعض، هو مستوى 8 أنا 7، التقييم قريب كتير. أوه نيو فينتس أوكي ياس. شنايدر أوه عنده لاعب مخصص اسمه حينو، هينو ريان تبع أمريكا، تاكاسوغي جيتو كولدز ماتسوي. أوه ما عندوش التوأمين. تشستر سوباسا شنايدر. واو. نيو فينتوس فيرسس 5 إليمنتس. حلو شعار فريقي صح؟ دام. ليتس جو. بسم الله. اوكي او ماي جاد. خذوا او ماي فريك. هي. من اولها؟ ما لحقتش اللعبة تبلش. ماي ديد. اه مولار. يا إلهي نقص تلت الطاقة. اي ثينك اني خسرت. ايش شنايدر؟ سيبونا من شنايدر نطيرها. فانديمونا بليز دو سمثينج. جيتو ابعد عنه. ايش مورنتا زو دونت البرتو يس يسلم اجريك. ريلاكس. احلى رامو. شيش شيزاكي شيش شيش. حنو يا حنو حل عنو حل عنو يا حنو. افرت افرت انت ضربتك نفس شنايدر باي ذا واي. افرت يس مراوغة كارلوس وضربة شنايدر. هاي فيا واحدة بوحدة يا خصم يا فلافل. نقصت لها نفس الطاقة. اوكي مش ولكم في تعادل بيني وبينه هذا الفريق. نايس. كورو كناي ريان حل عنا ريان. او ماي جاد مان انا مش طايقك من ايام الفريق الامريكي. بانديمون وات ذا هيل. مرتزوف ايس ليفايثن. احلى مراوغة كارلوس. احلى مراوغة كارلوس. ضربة شنايدر. هاي فيا. مفاجأة للخصم هاي. انا ما عنديش شنايدر بس عندي افرت. مين شستر هذا؟ او ماي جاد حد اضربوا شنايدر اضربوا شنايدر. ايوه كاربانكل انت يس هذه هجمه شنايدر. انت هيز ديد. حنو يا حنو ابعد عنه. حنو خربت حنو هجم. ايش بالنسبه حدا يهجم عليه بكير البرتو. ديه انا خايف. ايوه افرت افرت ماليش غيرك رامو. اركض وتجاوز يا حلاح. فيش طاقة. اتس اوكي شوت. شفتوا التسديدة العادية اللي هي مش مشحونة برضه بتنقص من الحارس. ممكن نستغل هذا الموضوع ونعمل هجمة الفلافل. مين بضرب مين انا مش فاهم. مرتا انت يا قطة. ماي جاد ريان حل عنا. طلعت سباسة بقولهم احسنتم. شرب. نو 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 كيل هيم. افرت 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 ريان ضربته بتخلص. او ماي جاد اوه حنو يا حنو بعد عنا اضربوه اضربوه. شايفين رمو هيو هذا بحكي لهم رائع. ذاتس نايس. البرتو وك البرتو اهجم عليهم خلص عليهم. رمو اركض في الطابة رمو. رمو انت بدي اعدل عطاقتك مش عارف كيف بس بتنقص بسرعة رمو. سوري ايش؟ ايه؟ هذا شكله لاج.
لا 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 اضرب شنايدر سباسا انت مش اجريك بوجعوك ومصاب وحالتك حالة كيف كيف تعد اي شيء تعرقل كابتن ابعد عنه افرد انا شو بعمل طلع عم بنقص من طاقة الحارس اوكي this is very nice انا وياه انا والخصم معنا تنافس كربونكون يخ يخ بخشوشش ننوشش يخص عليك يا شنايدر اكلناها وير فريكن وير ديد خلاص شنايدر هجم كمان وات خلاص ليش مش عم بقدر اشحن يعني اعمل اعبي الطاقة ليش هيك اوكي ما خلو اوكي يس رمو اركض ارجو ديد ما تعطوهم مجال ما تعطوهم مجال منطقة التنافس بتخلي كل الإحصاءات سريعة مقياس طاقته نقص للحارس من هاي الضربة الخفيفة كتير حشيش مان كمان واد مان اضربوهم خلوا منطقة التنافس تخلص عندهم بسرعة حلوة بنديمونا السريع بنديمونا اكلناها لازم لازم اطخ عليه اشوت عليه قصدي اطخ عليه اوكي افرت دو ات ها يلا اتس اوكي يس 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 اول جول بدخله بالاونلاين جيك ذا يوتيوبر از هير بيبي ها تفتفت على حالي انا هو جوبن ده ايش بتحكي يا مولر شرب كمان بانديمونا البرتو سان ايش البرتو هو نايم البرتو موجود خلص خلص قرب يخلص الشوط الاول يلا 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 خلينا نفوز فيه ناني كاربونكل وات بدها يا خساره كان ممكن ايش هدف خلص الشوط كاربونكل صحي باخر الشوط طلع هدول التنين تحسهم توأم واحد شعره ازرق واحد شعره احمر من اللي بعد حلوه كارلوس فلافل وات هذا انا هاي فيا زي النار بس على الفاضي مش على الفاضي نقصنا الطاقه كويس اتس اوكي اتس اوكي انا محافظ على منطقه التنافس اذا ملاحظين منطقه التنافس انا محافظ عليها احلى ليفايثن اند ليتس جو خايف من ايوه تشقلب هاي تشقلب الدياز شقلب الدياز وهاي ضربه بيير هاي ضربه بيير الفرنسيه المنزلقه الفلافليه مسكها ولا كأنه بمسك فلعب انت هل اوكي احلى مع فكرة بديمونا مراوغتك فلعفل انت تجو انا اتحمسك زيادة ايش صار؟ يخرب بيته فكرت اخذ الطابة طلعت الطابة لساتها معي احلى رمو رمو وكربان كلو ليتس جو ايوه اخس لو تجاوزتها كان عبيت الطاقه يا هبل اوكي اوكي ايش ذاك كيك شلب البرتو ما تسيني يا مو مراوغته قويه ما تسيني يا مو كمان حلوه منك احلى يس بانديمونا وات ذا هيل بانديمونا ضرب الدياز الخارقة في نص مخ اجيبها في بيتك في التالي
بس يلا طاقته عم تنقص كويس. ما لا ترحموهم. ايوه جيتو، جيتو انت عبارة عن دبابة يخرب عليك. احلى تراوغ من رب. ايش في؟ هذا ايش هذا؟ في شي غلط عم بيصير مع لاعبي رامو، طاقته بتنقص بشكل مش طبيعي، فشكله بدي اخفف تكاليف ضرباته. احلى ليفايثن، احلى ليفايثن. شقلبت على الارض، شقلبت على الارض هاي. اعتقد رامو لازم اخفف من تكاليف الطاقه، المهارات اللي معطيها انا، لانه بتنقص بسرعه. احلى كابتن انا برتسن. واك يا البرتو انت خرافي. انسو بس جاست كيل يو فليك. يا 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 ليتس جو. ايش في؟ ناموا. وهي اكلت شلوت من شنايدر، شلوت في البطل. يخرب بيت جيتو فنافله. ليتس جو. احلى كربون كلو. حاولت انا. انا اوكي. اورا تزو ضربته. اوه بانديمونا. ليتس جو. اوكي 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 ريح ولا العدد. حلوة. ضربتك ضعيفة هاي العادية. اوكي. مو انا حاليا في مرحلة تجربة لفريقي الاحرى يعني. انا بجرب الانضع. هو البرتو. هوز. يلا. لا يا الضربة. فعل منطقة التنافس. نو. ما تسمحوا لهش يمشي. ايوه ليفايثن ما تسمح له ابدا. ما تسمح له ابدا. يا وي. ايش؟ اوكي. يا وي. ها؟ ايش هذا الهبل اللي صار؟ اي دونت نو. اوه كربونكل. يلا كربونكل كربونكل كربونكل. ارك بوتيتي تسيتو. طاقته راحت، طاقته راحت. ايش في؟ وين ان اي ارفعها. يس كابتن اي فريند. طب الحالة كابتن طلع هالضربة. خلاص خلاص. دام. اوكي اوكي. حين نو حين نو. فوكس. اي البرتو خرافي انت برو. كمان مان كمان. ايش فيه؟ يس بيبي دو ات. بلا كابتن بلا فاس فاس فاس. طير طير يا طياره طير يا افرت. وك ليفايثن هجوم. او ماي جود مان. اوه ليفايثن. ولك ليفايثن. يس ليفايثن. هو شريد بابا. ما بعرف شو بيحكوا بس انا بحب اقلدهم شو بيحكوا. وات؟ كيف دخلت جول؟ وليش طاقته ناقصة كلها؟ ايش صار؟ اوكي. اوكي. وات؟ طاقة الحارس ليش ناقصة كلها؟ اوكي وات ذا هيل مان اي دونت كير. بس لا عن جد ليش؟ That was weird.
Oh, nice, man. Oh, oh wow, my God. What a fan on it. Where's Babylon? Oh, God. What the hell? كنا الحزين حزين بطل بيلعب. Oh my god. لا بس لازم افهم شو صار بالاخر. طلع حركات الناجح 95. واو مان واو دام. بس بدي اعرف الجول الثالث كيف فات وليش مقياس الطاقة للحارس كان ناقص على الاخر. مش المفروض يكون معبى؟ شو صار؟ I don't know. Oh my god, أول فوز لإلي! أول فوز لإلي بالأونلاين! Yes! Yes! I love it! I love it! I love it! Yes! Yes! Ho ho! Geeks, أنا كتير مبسوط. شوفوا. أنا مكيف على الأونلاين، الحمد لله إنه زبط. أنا متحمس جدا ألعب تاني. بس نخليها لفيديو تاني. اوكي وصلنا مستوى 8 ياب جيكس. احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير واخذنا مكافاه. ولا تنسوا تعملوا لي فولو على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام، هي رابط تحت في صندوق الوصف. وما تنسوا تعملوا لي اشتراك بقناه الثانيه جيكس ستريم، برضه رابطها تحت في صندوق الوصف. انا بتشكركم كثير للمتابعه يا احلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.